هل رأيتم دمعة طفل؟ بالطبع فعلتم، لكن هل انتبهتم كم هي مختلفة عن دمعة الكبير؟ هي صافية غزيرة وتجف بسرعة، لكن دمعته الداخلية إن نزلت لا تجف أبداً. إن رأيتم دمعة طفل فوق خده وفوق خريطة حياته الصغيرة، فانظروا إليها جيداً واحضنوه بين ذراعيكم آملين أن تجففوا دموعه الداخلية. مع تحيات من ومضة ميشلين حبيب.